الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله دي ليكشر نمبر 3. احنا سريعا كده اللي ذكرناه لغايه دلوقتي في الكورس بتاع لينير الجبرا، احنا خدنا جنرال انترودكشن للينير الجبرا، وبعد كده اتكلمنا على السوليوشن بتاع المين بروبلم في لينير الجبرا اللي هي سوليوشن سيستم اوف لينير ايكويشن، وشفنا جاوس اليمينيشن ازاي هو سيستماتيك واي اللي اقدر احل بيها سيستم اوف لينير ايكويشن، وبعد كده اتكلمنا ازاي ان الفورم اللي بوصل بيها في النهايه وبوصل لها في النهايه بجاوس اليمينيشن بنسميها ايشلون فورم، او فورم شبيهه بيها بنسميها ريدوسد ايشلون فورم. دي الستاندرد فورم اللي دايما بحاول اوصل لها وبقدر اطلع منها انفورميشن كتير قوي عن الماتريكس اللي موجوده عندي. شفنا كمان ان ازاي ممكن ابص لسيستم فينير ايكويشن بدل ما ابص رو وايز، ان هو مجموعه من الايكويشنز عايز احققها، مجموعه من الكونسترينز عايز احققها، لا ممكن ابص كولوم وايز، ان عندي مجموعه من الكولوم فيكتورز انا عايز اكون منها لينير كومبينيشن بحيث اطلع في الاخر فيكتور اللي هو موجود في الرايت هاند سايد. وبعد كده من المفهوم بتاع الفيكتور فورم لسيستم فينير ايكويشن اتكلمنا على الكونسبت بتاع اللينير ديبندنس واللينير اندبندنس. شفنا لو عندي مجموعه من الفيكتورز دول بقول ان هم لينيرلي اندبندنت، لو كان ولا واحد فيهم اقدر اكتبه كلينير كومبينيشن من الباقيين. لو اي واحد منهم اقدر اكتبه كلينير كومبينيشن من الباقيين، كان واحد فيهم مجموعه اثنين فيكتور ثانيين، كان واحد هو ضعف فيكتور ثاني، كان واحد عباره عن الفيكتور الاولاني بلس الثاني ملتبلاي باثنين، فبالتالي في لينير كومبينيشن من مجموعه من الفيكتور تطلع فيكتور ثاني موجود في نفس السيت، يبقى في ديبندنسي هنا، في لينير ديبندنسي، وبالتالي تبقى السيت دي لينيرلي ديبندنت. بعد كده اتكلمنا كمقدمه على اللينير ترانسفورميشن، وقلنا ايه هو الكونديشن بتاع لينير ترانسفورميشن، واتكلمنا يعني ايه ماتريكس ترانسفورميشن، واشرنا في النهايه سريعا للريليشن ما بين الاثنين. هنبدا النهارده تاني بريفريشمنت كده لموضوع لينير ترانسفورميشن، نفتكر الكلام اللي احنا قلناه في الليكشر اللي فاتت ونزود عليه بعض الكونسبتس الجديده، وبعد كده نتكلم على واحد من اهم الكونسبتس في لينير الجبرا هو الفيكتور سبيس. عايزين نعرف يعني ايه فيكتور سبيس وازاي ممكن نعمل جنراليزيشن الكونسبت اللي احنا بنتكلم عليها على فيكتور هي ليست اوف نمبرز، ممكن نفس الكلام كان بي ابلايد على جنرال اوبجكتس. فالليكشر دي فيها تو بارتس، الفيرست بارت اللي هو لينير ترانسفورميشن، هنتكلم على ماتريكس اوف لينير ترانسفورميشن، ازاي لو عندي لينير ترانسفورميشن اقدر اكتبه على هيئه ماتريكس ترانسفورميشن، يعني ترانسفورميشن يتم بانها ملتبلاي بماتريكس، وهناخد بعض الاكزامبلز في الار 2 اللي هو في البلين يعني. وبعد كده هنبدا نتكلم على الفيكتور سبيسز، هناخد انتروداكشن للفيكتور سبيسز، ايه هي الفيكتور سبيسز وازاي بنعمل جنراليزيشن من ار 2 ار 3 وار ان لجنرال فيكتور سبيسز. بالنسبة للترانسفورميشن نفتكر الكلام اللي احنا قلناه في الليكشر اللي فات، قلنا ترانسفورميشن بنقصد فيه بنقصد بيه في لينير الجبرا نفس الكلام تقريبا اللي موجود في الاناليسيس، ان هو عباره عن فانكشن عندي تو سيتس وانا بماب اتش اليمنت في الفيرست سيت لكورسبوندنج اليمنت في السكند سيت، فهو فانكشن بالظبط زي اللي موجوده في الاناليسيس، ولكن اسم فانكشن مش هو المستخدم في اللينير الجبرا، دايما المستخدم هو ترانسفورميشن. فهو ترانسفورميشن هو نفسه مابنج هو الفانكشن، ان عندي تو سيتس ترانسفورميشن ده بيماب اليمنت موجود في الفيرست سيت سي اكس لكورسبوندنج اليمنت في السكند سيت اللي هي تي اوف اكس، بحيث كل اليمنت هنا له سنجل ايمج واحده هنا، ما ينفعش اليمنت هنا يروح لاكثر من اليمنت في الناحيه الثانيه، قد يكون في اكثر من اليمنت هنا بيروحوا نفس الاليمنت هنا، دي ما فيش مشكله، لكن اليمنت اكس له ايمج واحده فقط هي تي اوف اكس. السيت الاولانيه دي هي الدومين بتاع الترانسفورميشن، السيت دي هي الكودومين بتاع الترانسفورميشن، هنا في اللينير الجبرا بنفترض ان التو سيتس دول هم ار ان وار ام، يعني الاليمنتس اللي موجوده هنا هي فيكتورز اللي هي لغايه دلوقتي بالنسبه لنا ليست اوف نمبرز، عندي فيكتور كولوم فيكتور يعني هنا في مجموعه من الكولوم فيكتورز، السايز او عدد الاليمنتس الموجوده في اي فيكتور ان، يبقى هي دي الاكس بتاعتنا، كل اكس دول عباره عن فيكتور، كل فيكتور هنا بيروح لكورسبوند فيكتور الناحيه الثانيه، مش شرط يكون نفس السايز، الفيكتور ده قد يكون في ار ام، يعني معناها ليست اوف ام نمبرز. ده الدومين، ده الكودومين، لو انا عملت الايمج بتاع كل الفيكتورز اللي موجوده في الدومين يبقى انا احصل على سيت هنا، السيت دي قد تكون هي الكودومين كله وقد تكون سب سيت من الكودومين. السيت الجديده ديت اللي هي الايمج اوف اول فيكتورز ان ذا دومين دي اللي بنسميها رينج، ان جنرال هي سب سيت من الكودومين، قد يكون هي دومين الكودومين كله وقد تكون سب سيت من الكودومين.
الماتريكس ترانسفورميشن هو ترانسفورميشن ولكن في ادد ريستريكشن ان الترانسفورميشن ده بيتم بماتريكس مالتيبليكيشن. الكلام اللي فوق جنرال، اعمل ترانسفورميشن باي طريقه، قد يكون ان اي فيكتور اكس هنا اعاد عليه سيرتن كونستانت فيكتور يبقى ها ترانسفورم لفيكتور جديد، مش شرط ان هو بماتريكس مالتيبليكيشن. ولكن في ماتريكس ترانسفورميشن بفترض الترانسفورميشن بيتم بالصوره دي، لو انا عندي فيكتور اكس هنا يبقى الايمج بتاعته هي A ملتبلايد باكس، A دي سيرتن فيكسد ماتريكس A ملتبلايد بالاكس هيديني الايمج بتاعت الاكس. قلنا الترانسفورميشن امتى اسميه لينير؟ لكان لو كان بيحقق اللينيارتي بروبرتي، ودي بروبرتي مشهوره جدا المفروض اي حد يبقى عارف يعني ايه لينير. اللينيارتي بروبرتي اللي هي دي، انا لو الترانسفورم بتاعي ابلايد على لينير كومبينيشن من تو فيكتورز يو اند في، فبالتالي يبقى الريزلت هي اكزاكتلي نفس اللينير كومبينيشن ما بين التو ايمجز. يبقى كان انا لو بدات عملت لينير كومبينيشن الاول في الدومين وبعد كده عملت ترانسفورم للريزلت اكزاكتلي exactly هي بالظبط، انها ترانسفورم كل فيكتور الاول اسبريت بقى الاوبريشن بتاعتي، ها اوبريت على على الاوبجكت ده لوحده الفيكتور ده لوحده واوبريت على الفيكتور ده لوحده وبعد كده اكومباين الريزلت في النهايه. دي لينيارتي بروبرتي، ودي طبعا بتسهل لي في ابلكيشنز كتيره جدا ان انا اقسم البروبلم بتاعتي. قد يكون انا ابلاي على الريزلتنت لينير كومباينيشن دي قد تكون صعبه شويه، فبالتالي انا بابلاي على كل اليمنت موجود في اللينير كومبينيشن الاول وبعد كده كومباين الريزلت. زي ما قلت لك اكزامبل بسيط قوي تخيل بيه الصوره، مثلا المساله بتاعت الانتجريشن، انت عشان تعمل انتجريشن لسام اوف تو فانكشنز فانت في الواقع بتنتجريت الفانكشن دي لوحدها وتنتجريت الفانكشن دي لوحدها وبعد كده تصام الريزلت. هي دي الفكره بتاعت اللينياريتي، لو كان الاوبريتور بتاعي لينير فده بيسهل لي التعامل معاه، انا ممكن اوبريت على كل اليمنت موجود في اللينير كومبينيشن بعد كده صم الريزلت موجود عندي. ده اللي قلنا احنا بنسموه السوبر بوزيشن برنسبل. ده يعني ملخص سريع للكلام اللي احنا ذكرناه المره اللي فاتت. احنا عملنا بس بروف مع بعضينا المره اللي فاتت ان لو كان عندي ماتريكس ترانسفورميشن فده لينير ترانسفورميشن. لو كان عندي ماتريكس ترانسفورميشن فات كان بي بروفد وعملناها المره اللي فاتت ان هو لينير ترانسفورميشن. لو كان الترانسفورميشن بيتم بماتريكس مالتيبليكيشن فده ساتيسفاي لينياريتي بروبرتي، هو لينير ترانسفورميشن. وقلنا وان كان ده وزاود بروف ان هو لو كان عندي لينير ترانسفورميشن فات كان بي ريتن از ماتريكس ترانسفورميشن. لو عندي لينير ترانسفورميشن ات كان بي ريتن از ماتريكس ترانسفورميشن. هنا بس يعني في يعني تكنيكال كونديشن لابد ان احنا نذكره ان هو لينير ترانسفورميشن ولكن ما بين تو سبيسز هم ار ان وار ام، وده اللي موجود عندنا لغايه دلوقتي، هم ار ان فور اني ان وار ام فور اني ام. ولكن احنا هنيجي بعد شويه نعمل جنراليزيشن للكونسبت بتاعت الفيكتور سبيس، مش شرط يكون ليست اوف نمبرز. فبالتالي لو انا عندي لينير ترانسفورميشن ما بين تو سيتس ليست اوف نمبرز اند انذر ليست اوف نمبرز، فبالتالي اقدر اكتب لينير ترانسفورميشن ده از ا ماتريكس ترانسفورميشن. ده اللي هنعمله دلوقتي ان شاء الله. لو انا عايز اجيب الماتريكس فورم اوف لينير ترانسفورميشن، فمثلا لو افترضنا عندنا لينير ترانسفورميشن من R2 ل R3 بماب اي اليمنت موجود في R2 لكورسبوندنج اليمنت في R3، اسيوم ان هو لينير وديفايند او الانفورميشن اللي موجوده عندي هي الايمج بتاعت الفيكتور 1 و 0 والايمج بتاعت الفيكتور 0 و 1. الايمج بتاعت الفيكتور 1 و 0 ده فيكتور من R2 الايمج بتاعته هي 5 نيجاتيف 7 2 والايمج بتاعت الفيكتور 0 و 1 هي نيجاتيف 3 8 0. الاول نسال هل انا يا ترى بالايمج بتاع التو فيكتورز دول اقدر اجيب الايمج بتاعت اني اذر فيكتور ان ار 2؟ اقدر طبعا، لان انا اقدر اكتب اي فيكتور تاني في ار 2 از لينير كومباينيشن اوف ذيس تو فيكتورز. الفيكتور الاولاني سي نسميه اي 1 لو 1 و 0 ده انا عندي الايمج بتاعته. الفيكتور الثاني سي اي 2 اللي هو 0 1 عندي برضو الايمج بتاعته. لو عندي اي فيكتور ثاني سي اكس في تو كومبوننتس سي اي اند بي عايز اجيب الايمج بتاع ده
طب بس انا الاول اقدر اكتب الفيكتور ده كلينير كومبينيشن من التو فيكتورز دول، اقدر بسهوله اكتبه عباره عن a e1 بلس b e2. لو اخذت الفيكتور ده ملتبلاي ب a يبقى هنا a 0، الفيكتور ده ملتبلاي باي بي يبقى 0 اند بي، اما تاد التو فيكتورز هيطلع لك a اند b. يبقى انا اقدر اكتب الفيكتور ده از لينير كومبينيشن اوف ذيس تو فيكتورز. بما ان ده لينير ترانسفورميشن يبقى الايمج اوف اكس لو عايز اجيبها اقدر اجيبها من هنا، ده لينير ترانسفورميشن، يبقى ده عباره عن a في الايمج اوف e1 بلس b في الايمج اوف e2، والاثنين دول جيفن، الاثنين دول جيفن، يبقى اقدر اكتبه كده. يبقى ده عباره عن a في الفيكتور دوت اللي هو 5 نيجاتيف 7 2 بلس b في الايمج الثانيه اللي هي نيجاتيف 3 8 0. طيب لغايه دلوقتي احنا ما عملناش اللي مكتوب في التايتل فوق، هو التايتل عايزين ماتريكس وفالينير ترانسفورميشن. ادي لينير ترانسفورميشن عندنا بعض الانفورميشن عنده، هل اقدر اكتبه كماتريكس ترانسفورميشن؟ اللي وصلنا له في الاخر يقول لك اقدر اكتبه كماتريكس ترانسفورميشن. الشكل النهائي دوت الشكل اللي احنا وصلنا له ده، ده في الواقع ممكن اكتبه ان هو برودكت في ماتريكس باي فيكتور. الماتريكس بتاعتي اللي هي فيها 2 كولومز دول 5 نيجاتيف 7 2 نيجاتيف 3 8 0، الفيكتور هو a وb. لو مش واضحه بالنسبه لك نعمل تشيك. انا لو هكمل الكومبيتيشن دي يبقى الفيرست رو في الريزلت تبقى عباره عن كام؟ 5a نيجاتيف 3b. الفيرست رو هنا 5a نيجاتيف 3b. سكند رو هنا نيجاتيف 7a بلس 8b. نفس الريزلت هنا يبقى دي ملتبلاي اند سو اون. بالتالي يبقى انا وصلت في الاخر ان تي اوف اكس هي ملتبليكيشن للماتريكس دي سيسميها a بالفيكتور ده، وده هو نفسه اكس. يبقى انا وصلت في الاخر ان تي اوف اكس قدرت اكتبها على هيئه a ملتبلايد باي اكس. يبقى قدرت احط لينير ترانسفورميشن على هيئه ماتريكس ترانسفورميشن. واكتر من كده كمان، ايه الكونتنت بتاعت اي دي؟ ايه الكولومز اللي موجوده جوه الاي؟ الكولومز الموجوده ببساطه هي الايمج بتاعت الفيكتور 1 و 0 اللي هو كورسبوندنج للاي في الفيكتور اناليسيس العادي بتاعنا، كورسبوندنج للالمنتري فيكتور اللي هو موجود على الاكس اكسس يعني. يبقى دي الايمج بتاعت ال 1 و 0 ودي الايمج بتاعت 0 1. يبقى لو كان انا عندي اي لينير ترانسفورميشن تاني سي ما بين ار 2 واي سبيس تاني، من ار 2 لاي سبيس تاني، لو انا جاست عندي الايمج بتاعت 1 و 0 بكام؟ الايمج بتاعت 0 1 وكام؟ فانا بالتالي اقدر اكتب الايمج بتاعت اي بتاع اي فيكتور تاني على هيئه ماتريكس ترانسفورميشن، جاست انا احط التو ايمجز دول في الاي، الاي دي ملتبلاي بالاكس يبقى هو ده الماتريكس فورم. ده الكونكلوجن اللي احنا وصلنا له. لو كان عندي لينير ترانسفورميشن من ار ان لار ام فانا اقدر اكتبه على هيئه ماتريكس ترانسفورميشن اي ملتبلاي باي اكس. اي دي ماتريكس الكولومز بتوعها هو الايمج بتاعت الاي 1 الاي 2 اي 3 اب تو اي ان. طبعا هنا عندي اي 1 واي 2 فقط اللي هو 1 و 0 0 1. لو كان عندي سيدا ار 3 هيبقى عندي 1 0 0 0 1 0 0 0 1 اللي هو زي اي وجي وكي في الفيكتور اناليسيس. الماتريكس دي بيسموها ستاندرد ماتريكس. الماتريكس بتنتج لو انا عايز احول لينير ترانسفورميشن الى ماتريكس ترانسفورميشن بنسميها ستاندرد ماتريكس. خلينا ناخد ابلكيشن بسيط. الشير ترانسفورميشن ده اشرنا له كذا مره قبل كده. اسيوم ان احنا عندنا الشير ترانسفورميشن وات كان بي بروفد ان هو لينير ترانسفورميشن. الشير ترانسفورميشن لو ابلايد فقط على ريكتانجل او سكوير زي ده على الفور بوينتس دول، فالمفروض ان الفور بوينتس لو انا هعمل شيرنج كده التو بوينتس دول هاسيوم ان هم مش هيتغيروا.
ولكن التو بوينتس دول هيتغيروا. هنفترض انه هيمشوا على نفس الهوريزونتال لاين. هنفترض دي هتروح عند half and 1 ودي هتروح عند 3 over 2 and 1. يا ترى دلوقتي هل انا اقدر اكتب الترانسفورميشن ده؟ انا بترانسفورم بوينتس في R2 لبوينتس في R2 برضو. بترانسفورم من R2 ل R2 وكان بيبروفد ان هو لينير ترانسفورميشن. هل اقدر اكتب ده على هيئه ماتريكس ترانسفورميشن؟ الاجابه اه، بدل لينير ترانسفورميشن من R2 ل R2 يبقى اقدر اكتبه كماتريكس ترانسفورميشن. طيب اجيب الماتريكس دي منين اللي تعمل الترانسفورميشن ده؟ ازاي اكتب الايه بقى؟ كل اللي هبص عليها الايمج فقط بتاعت مين؟ اه 1 و 0 و 0 و 1. هشوف 1 و 0 راح فين و 0 و 1 راح فين. يبقى 1 و 0 فضل 1 و 0، يبقى دي الايمج بتاعته، يبقى ده الفيرست كولوم في الايه، هو 1 و 0. 0 و 1 لا 0 و 1 اتغير مكانه، ده راح عند هاف اند 1، يبقى ده السكند كولوم في الايه، يبقى هي دي الماتريكس اهي. ادي الستاندر ماتريكس بتاعتي. يبقى انا لو خدت الاي دي ملتبلاي باي بوينت موجوده في الار 2، سي اي بوينت موجوده هنا جوه السكوير ده، هجيب لك الكورسبوندنج بوينت الموجوده جوه، زي بقى الباراليلوجرام الجديد ده بعد ما حصل له شيرنج. يبقى الاي دي مش خاصه بالفور بوينتس دول بس، ولكن هي في الواقع هترانسفورم اي بوينت موجوده هنا الكورسبوندنج بوينت الموجوده في السايد الثاني. نفس القصة، سين عندنا expansion transformation. هنعمل expansion. السكوير ده هنشده شوية فيتحول الى rectangle بالصورة دي. برضه كان بيبروف ده linear transformation. لو عايز اكتبه على هيئة matrix transformation بحيث يبقى عندي single matrix. السنجل matrix دي لو multiply بأي بوينت موجودة هنا هجيب لك corresponding point الموجودة في السايد التاني. كل هبص عليه الايمج بتاعت ال1 و0 و0 and 1. الايمج بتاعت 1 و 0 دي حصل لها اكسبانشن فدي راحت عند 2 0، يبقى ده الفيرست كولوم في الماتريكس بتاعتي. البوينت 0 1 ما زالت هي 0 1، يبقى ده السكند كولوم في الماتريكس بتاعتي. يبقى دي الستاندر ماتريكس. كتشيك مثلا سي ان احنا هناخد البوينت دي 1 اند 1. المفروض 1 اند 1 لو خدت الماتريكس ايه ملتبلاي ب 1 اند 1 يديني 2 اند 1. يديني البوزيشن الجديد بتاعها. لو انا خدت الماتريكس ايه اللي انا جبتها دلوقتي اللي هي 2 0 0 1 ب 1 اند 1، هاخد الفيرست رو ملتبلاي بالفيرست كولوم هيديني هنا 2 وهنا 0 يبقى 2. السكند رو ملتبلاي بالكولوم ده يبقى عندي هنا 0 وعندي هنا 1 يطلع 2 اند 1. هو ده فعلا البوزيشن الجديد بتاع 1 1 بعد ما حصل expansion. فاللي كنت بقول لك عليه المره اللي فاتت انك انت حاول تعمل يعني كابلكيشن بسيط على الكلام ده او يعني كومبيتيشن بسيطه بالكلام ده على الماتلاب. بس طبعا عندنا عايزين بقى هنا يبقى عندي ريل ايمج. ريل ايمج فبالتالي عندي هنا ملايين البيكسلز، المفروض عايز اجيب الكورسبوندنج بيكسلز الناحيه الثانيه، افرقها الكورسبوندنج بوزيشن بتاعها الناحيه الثانيه ببساطه بان انا اترانسفورم كل بيكسل موجوده هنا لكورسبوندنج بيكسل الموجوده الناحيه الثانيه باستخدام الماتريكس دي. طبعا هي البيكسل هيبقى لها نفس الكاركترستيك. يعني ال RGB هو نفس ال RGB، هو اللي هيختلف فقط البوزيشن بتاع البيكسل الناحيه الثانيه. انت مش هتغير الكاركترستيك بتاعت البيكسل، تغير البوزيشن بتاعت البيكسل، يعني البيكسل كانت موجوده هنا بكاركترستيك معينه، هتروح نفس الكاركترستيك هنا بس في حته ثانيه، في مكان ثاني، فبالتالي هتلاقي ان الصوره اكن شكلها اختلف. هنا برضو يعني لو انت هتابلاي ديت يعني اكشولي هيصفك هنا مشكله صغيره ان الصوره هيحصل لها اكسبانشن، فبالتالي هيبدا يظهر في النص ايه؟ خطوط فاضيه. ما هو البوينت دي هتنقلها كورسبوندنج لبوينت موجوده هنا. طب هنا احنا بنفترض ان ده كونتينوس سبيس، يعني هنا في انفينيت نمبر اوف بوينتس كونتينوسلي كونكتد. لكن انت لما تخش بقى على الريل سيتويشن انت عندك نمبر اوف بيكسل مهما كان كتير فهو في الاخر فاينايت نمبر اوف بيكسلز، في بينهم ديستنس يعني. فبالتالي هنا في بيكسل وراه في بيكسل، احنا ماثيماتيكالي هي كلهم كونتينوسلي، ولكن اكشلي هو مش كده، هو في بيكسل وراها بيكسل ثانيه مهما كانوا قريبين من بعض. فانت هتنقل البيكسل دي هنا والبيكسل اللي هتنقلها جنبها، بس هيبدا السبيس بينهم يكبر، فبالتالي هتلاقي ان الصوره هنا هيظهر فيها خطوط فاضيه. يعني يو كان ابلاي بقى سام الجوريزم بحيث انت تفيل الجابز دي. قد تعمل انتربوليشن مثلا ما بين الكاركترستيك بتاع كل تو كونسيكتيف بوينتس بحيث يبان الصوره سموث في الاخر. طبعا لو بتعمل بقى بدل اكسبانشن يعني انت بتصغر بقى الصوره ديت فمش هيظهر المشكله ديت. طيب
طيب نشوف كده لو حد عنده سؤال في حاجه قبل ما نكمل روتيشن. طيب كابلكيشن تاني روتيشن ترانسفورميشن. لو افترضنا ان احنا عندنا الترانسفورميشن هيعمل روتيشن للايمج او ريجون بتاعتي. سي عندي اي فيكتور اكس في ار2 هيبقى ترانسفورمد لكورسبوندنج فيكتور تي اوف اكس برضه في ار2 بينهم انجل ثيتا كاونتر كلوك وايز. يبقى كان لو عندي ايمج هعملها روتيشن. طب يا ترى ات كان بي بروفد برضه ده لينير ترانسفورميشن. يا ترى الماتريكس ترانسفورميشن هنا الماتريكس الستاندر ماتريكس هيبقى شكلها ايه؟ نفس الكونسيبت. عشان اقدر اكتب الستاندر ماتريكس محتاج اعرف الايمج بتاعت اي 1 بكام والايمج بتاعت اي 2 بكام. محتاج اجيب الاليمنتري بيزس بتوع الار 2 واجيب الايمج بتاعته. الكولومز بتاعت الستاندر ماتريكس هي التو ايمجز دول. يبقى انا محتاج الاول ايمج بتاعت اي 1. عايز اعرف اي 1 لو حصل له روتيشن هيروح فين؟ هيروح عند الفيكتور الجديد. ايه الكونتنت بتاعته؟ ده E1 اللي هو 1 و 0. هيحصل روتيشن يبقى انا همشي على السيركل دي كده انجل ثيتا. طب يا ترى البوينت الجديده دي اللي هي الايمج بتاعت E1 ايه الكوردنس ساعتها؟ هي البوينت دي كانت 1 و 0. يا ترى البوينت دي بكام الاكس بتاعها وبكام الواي بتاعها؟ نعم؟ كوساين ثيتا وساين ثيتا بالظبط كده. يبقى البوينت دي عباره عن ممكن نكتبها كفيكتور هي عباره عن كوساين ثيتا اند ساين ثيتا. انا ماشي على سيركل ودي ب 1 وبالتالي يبقى البوينت اللي موجوده هنا هيبقى ده 1 برضو الراديوس بتاع السيركل بتاعي وبالتالي يبقى الكورس بتاعت البوينت دي هي كوساين ثيتا كاكس وساين ثيتا كواي. يبقى كان هو ده الفيرست كولوم في الستاندر ماتريكس بتاعتي كوساين ثيتا اند ساين ثيتا. نفس الكلام بقى ممكن تجيب الكولوم الثاني. هتفترض بقى ان انا عندي هنا لو كملنا دي فانا عندي البوينت دي اللي هي 0 اند 1 دي اعملها ترانسفورميشن كده انجل ثيتا. يبقى اروح لبوينت جديده برده موجوده على نفس السيركل اقدر برده اجيب الكوردنس بتاعت البوينت دي بنفس الطريقه بالظبط. لو جبت بقى الكولوم الثاني هيطلع لك هو ده الايمج بتاعت 0 اند 1 اللي هي نيجاتيف ساين ثيتا اند كوساين ثيتا. وبالتالي يبقى هي دي الماتريكس اللي انا لو خدتها ضربتها في اي فيكتور موجود في اكس في الار 2 هيديني كورسبوندنج ايمج بتاعته اللي هي حصل لها روتيشن انجل ثيتا اباوت الاكس اكسس كاونتر كلوك وايز. والماتريكس دي مشهوره جدا بيسموها روتيشن ماتريكس. الماتريكس دي فيري نو ويل نون بيسموها روتيشن ماتريكس وهي لها بروبرتيز كتير جدا. يعني هي اورثوجونال ماتريكس وانفرتبل ماتريكس والترم بتاعتها ايكوال 1 يعني لها بروبرتيز كتيره قوي. ده كده فيما يتعلق بالترانسفورميشن و اللينير ترانسفورميشن ان جنرال وازاي اقدر اكتبه كماتريكس ترانسفورميشن. طيب ناخد بريك كده دقيقتين بحيث نبدا في التوبيك بتاع هنعمل جنراليزيشن شويه للكلام بتاع الار ان والار ام وما يبقاش عندنا ريستريكشن ان الفيكتورز تكون ليست اوف نمبرز. هنلاقي ان احنا جاست بس بنعمل جنراليزيشن ل الكونسبت بتاعتنا او بنفترض ان احنا مش ريستريكتد على ليست اوف نمبرز. هنشوف ايه اللي بيجبرنا نكون ريستريكتد على ليست اوف نمبرز ونشيل الكلام ده وبالتالي ممكن نكمل نفس الكونسبت ببساطه زي ما هنشوف دلوقتي. ايه المقصود بالفيكتور سبيسز؟ الفيكتور سبيس لغايه دلوقتي بالنسبه لنا اللي هو ار2 مثلا اللي هو البلين كل اليمنت فيه بوينت موجوده في البلين اللي هي ريبريزنتد بالكوردنس بتاعتها اللي هو فيكتور في 2 دايمنشن كولم فيكتور في 2 اليمنتس. لو فيكتور من الار 3 فبالتالي بوينت في السبيس ريبريزنتد بالكوردنس بتاعتها اكس واي وزد يبقى كولم فيكتور في 3 اليمنتس. وانا مش شرط يكون حاجه اقدر ارسمها ممكن يكون فيكتور في ار ان هو في الاخر برضه ليست اوف نمبرز. فيكتور سبيس بنفترض لا الفيكتورز دي مش شرط تكون ليست اوف نمبرز دي عباره عن اوبجكتس. طيب الاوبجكتس دي انا عايز اعمل بيها ايه؟ عايز اعمل بيها حاجه زي اللي موجوده في الار 2 والار 3. طب احنا كنا بنعمل ايه لغايه دلوقتي في لينير الجبرا في الار 2 والار 3؟
اللي كنا بنعمله ان انا مثلا عايز تيست الديبندنسي والاندبندنس. هل الفيكتورز دول ديبندنت ولا اندبندنت؟ هل ممكن اكتب فيكتور كلينير كومباينيشن من الباقيين ولا لا؟ هل ممكن اجيب بيزس للسبيس ده زي ما شفنا في الاي 1 والاي 2؟ الاي 1 والاي 2 دول مهمين، انا اقدر اجيب اي فيكتور تاني من الاثنين دول، وبالتالي لو بعمل ترانسفورم يكفيني الايمج بتاع الاثنين دول. هل انا ممكن اعمل نفس الكونسبتس دي بس على جنرال فيكتورز، على جنرال اوبجكتس، مش شرط تكون ليست اوف نمبرز ولا لا؟ ده اللي مين اللي عايزين نتكلم عنه دلوقتي ان شاء الله. ايه هو الفيكتور سبيس؟ زي ما قلنا عايزين نعمل جنراليزيشن للكونسبت اوف فيكتور، مش شرط تكون ليست اوف نمبرز. ببساطه جدا عشان نقدر نعمل الجنراليزيشن دول، الجنراليزيشن دوت اللي محتاجينه ان احنا يبقى عندنا التو بيزك اوبريشن الموجود في اللينياريتي بروبرتي، اقدر ابلاي بنفس البروبرتيز ما احسش بفرق. التو بيزك بروبرتيز اللي هم الاديشن والسكيلر مالتيبليكيشن، لو انا عندي التو اوبريشنز دول ويل ديفايند بنفس البروبرتيز الموجوده في الليست اوف نمبرز يبقى انا اقدر اقول ده فيكتور سبيس. لو عندي السكيلر مالتيبليكيشن والاديشن ويل ديفايند زي ما نقول دلوقتي يعني ايه ان شاء الله، فبالتالي ممكن اقول السيت اوف اوبجكتس اللي هم بيحتووا الاوبجكتس دول وعليهم سكيلر ومالتيبليكيشن واديشن ده يمثل فيكتور سبيس. ماثيماتيكال سبيكينج، الفيكتور سبيس هو سيت من الاوبجكتس، ماثيماتيكال اوبجكتس يعني اقدر اعمل عليها ماثيماتيكال اوبريشنز، نون امتي سيت بحيث ديفايند عليها تو اوبريشنز اديشن، يعني اقدر اد اي تو اوبجكتس. طب والريزلت تطلع فين؟ هنشوف دلوقتي ان شاء الله. هل تطلع في نفس السبيس ولا ممكن ما تطلعش في نفس السبيس؟ بس المهم اقدر اعمل اديشن، هنشوف دلوقتي الكونديشن على الريزلت تروح فين. واقدر اعمل سكيلر مالتيبليكيشن، اقدر اعمل سكيلينج لاي اوبجكت من دول، مالتيبلاي بكونستنت دي اوبجكت جديد. طب الاوبجكت الجديد ده ايه علاقته بالقديم؟ هنشوف دلوقتي ان شاء الله. لو كان الاثنين دول موجودين ولهم بعض البروبرتيز فده بسميه فيكتور سبيس. ايه هي البروبرتيز دي او بسميها سيت اوف اكسيومز؟ البروبرتيز سريعا اللي هي نفسها الالجبرايك بروبرتيز ان ار ان. الالجبرايك بروبرتيز بتاعت الاديشن والسكيلر مالتيبليكيشن الموجوده في ار ان. بالنسبه للاديشن اول حاجه تبقى كلوزد. كلوزد يعني معناها اما تاد تو فيكتورز يطلع في نفس السبيس. لما تاد تو فيكتورز يطلع في نفس السبيس. ده معنى ان هو كلوزد. في 1 بلس في 2 يطلع في نفس السبيس. ده بالنسبه للار ان ومحتاجين يكون عندنا برضو. اما اد تو اوبجكتس لازم يكون الريزلت موجوده في نفس السيت. اما اد تو اوبجكتس لازم الريزلت تكون موجود في نفس السيت. يبقى لازم السيت دي تبقى لارج انف بحيث تشمل كل الاوبجكتس اللي هينتجوا من كل الاديشن اوبريشن وكل السكيلر مالتيبليكيشن اوبريشن. اما اد اي تو فيكتورز لازم الريزلت تطلع انذر فيكتور ان ذا سيم سيت. دي كلوز تبقى كوميوتيتيف ان هي في 1 بلس في 2 هو في 2 بلس في 1، لان اصلا بتعامل بالبروبرتي دي كتير جدا في اللينير كومباينيشن، ما يفرقش الاوردر معايا، فلابد يكون هي الاوردر ما يفرقش. لازم تكون اسوشيتيف، يعني معناها انا لو هاد 3 فيكتورز فبالتالي ابدا باي 2 فيكتورز واعمل لهم اديشن، لان انا برضو بستخدم البروبرتي دي لان انا معتاد على ريجولار اديشن العادي. يكون فيها زيرو اليمنت، ان لو هاد الزيرو فيكتور على اي فيكتور يطلع نفس الريزلت. يكون في انفرس اللي هو الاديتيف انفرس، ان اي فيكتور لحاجه اسمها الاديتيف انفرس بحيث اما اد الاثنين على بعض بكنسل ويطلع بزيرو، لازم تكون دي موجوده، الزيرو فيكتور يكون انكلودد. سكيلر مالتيبليكيشن برضه تبقى كلوزد، اما مالتيبلاي فيكتور بكونستانت يطلع ريزلت فيكتور ان ذا سيم سبيس. تبقى ديستريبيتيف على الاديشن ويبقى في يونت اليمنت اللي هو ال1 يعني. بحيث يبقى في يونت اليمنت اما مالتبلاي بالفي اي فيكتور يطلع برضه. فدي دي بعض الاكسيومز وهي في الواقع زي ما انت شايف يعني هي بروبرتيز معروفه لنا دايما في الاديشن والمالتبليكيشن، يمكن اهم حاجه فيهم تبقى واخد بالك منها موضوع الكلوزنس، ان هي لابد يكون الاوبريشن دي كلوزد. نوضح الكلام ده باكزامبل. هنا بنتساءل هل يا ترى لو انا خدت سيت اوف بولونوميالز يبقى دلوقتي الاوبجكت بتاعي الفيكتور هو البولينوميال فانكشن، دي بولينوميال مش شرط تكون ليست اوف نمبرز.
لو خد set of polynomials of degree at most n هل يا ترى دي vector space؟ لو انا عندي step بتاعتي هي all polynomials of degree at most n مش exactly n at most n هل دي تمثل vector space؟ هنشوف دلوقتي تمثل vector space. طب الست دي ممكن اكتبها ازاي؟ دي عبارة عن مجموعة من الفيكتورز say v اي v من دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن a نوت plus a1x up to an x بار n polynomial of degree at most n حيث ال x ده ال variable بتاعي دي function دي function a نوت a1 an دي real numbers وقد يكونوا zeros يعني at most n قد يكونوا zeros هل ده فيكتور سبيس؟ عشان يبقى ده فيكتور سبيس هو الاول نون امتي او نون امتي لازم يكون ديفايند عليه اديشن وسكيلر مالتيبليكيشن طب لو انا عايز اد تو فيكتورز v1 وv2 v1 سي هو عباره عن a نوت بلس a1x up to an x بار n v2 هو b نوت بلس b1x بلس up to bn x بار n هل اقدر اد هل ديفايند الاديشن ديفايند هاد الكورسبوندينج تيرمز هاد الكونستنت مع الكونستنت اكس بار 1 مع اكس بار 1 سو اون هل الريزلت دي في نفس السيت بولينوميال اوف ديجري ات موست هل دي كوميوتيتيف كوميوتيف ديستريبيتيف ديستريبيتيف هل في زيرو اليمنت في زيرو اليمنت اللي هو زيرو ان يبقى دول كلهم كونستنت دول كلهم ايكوال زيرو يبقى كل البروبرتيز موجوده نفس الكلام بالنسبه لسكيلر مالتبليكيشن انا ممكن امالتبلاي دي بكونستنت يبقى همالتبلاي كل الكوفيشن بنفس الكونست ويطلع بولنوميل اوف ديجري ات موست وكل البروبس اللي هي موجوده يبقى ده ممكن هو فيكتور سبيس ده فيكتور سبيس وبالتالي ممكن بقى ابدا تيست الاندبندنس ما بين تو بولنوميالز وابدا ادور على البيزس بتاعت الفيكتور ده ازاي اكتب بولنوميال از لينير كومباينيشن اوف سيت اوف بولنوميالز وايه هي البيزس ديت عشان الصوره توضح ناخد الحاله العكسيه على نفس الاكزامبل ده لو خدنا البولينوميال اوف ديجري ان اكزاكتلي ان هل ده يمثل فيكتور سبيس؟ يعني اول بولينوميالز اوف ديجري سي 3 هل دي تمثل فيكتور سبيس؟ الاجابه لا ان هو مش هيبقى كلوزد لو خدت اول بولينوميالز اوف ديجري ات موست ان اوف ديجري اكزاكتلي ان يعني معناها كل الفيكتورز في في عباره عن اي نوت plus a1x plus an x بار n بس هنا في added condition ان an not equal 0 degree exactly n فبالتالي الكوفيشن ده لابد يكون موجود عشان تبقى degree n البين كلهم ممكن يبقى حاجه منهم 0 لما تقول degree exactly 3 يبقى x بار 3 لابد يكون موجود فبالتالي ده مش closed انك ممكن تاخد two vectors من هنا الكوفيشن بتاع ده سي 5 والبولينوميال الثانيه الكوفيشن بتاع اخر ترم نيجاتيف 5 اما تقعد الاثنين هيكنسل اتش اذر وبالتالي الريزلتنت بولينوميال ما فيهاش اكس بار 3 او اكس بار ان وبالتالي مش هيطلع ديجري اكزاكتلي ان يبقى ده مش فيكتور سبيس نتيجه ان هو مش كلوزد الاديشن بتوع بتاع تو بولينوميالز قد يؤدي للبولينوميال مش موجوده في نفس الست الفيكتور مش موجود في نفس الست طيب نقف دقيقتين نشوف لو في حاجة. اتفضل. At most خلينا ناخد most 3 مثلا و exactly 3. المشكلة أو الفرق بين الاثنين لو أنا عندي two polynomials بالصورة دي v1 عبارة عن a نوت plus a1x plus a2x squared plus a3x bar 3 وعندي v2 عبارة عن b نوت plus b1x plus b2x squared minus a3x بار 3 فأنا لو هقعد الاثنين دول هنا هيطلع لي v1 plus v2 polynomial of degree 2 دي موجودة في السبيس ده؟ أيوة موجودة عشان ده at most 3 فلو طلعت ب 2 ما فيهاش مشكلة يعني less than or equal 3 فهي طلعت less than or equal 3 لكن هنا لو هتأدي v1 plus v2
دي مش موجودة في الفيكتور سبيس لان دي ديجري 2. ايه الديفينيشن بتاعها؟ انا هحاول اديك مثال تاني. المثال مثلا في R2 ده فيكتور سبيس مش كده؟ R2 نفسه فيكتور سبيس. لان لو خدت اكيد اي 2 فيكتورز في R2 وجمعتهم على بعض هيبقى فيكتور في R2 هيطلع فين يعني؟ هل اللاين ده يمثل فيكتور سبيس؟ يعني كل الفيكتورز الموجودين على اللاين ده تعتبر فيكتور سبيس؟ هل ساتسفاي الكونديشنز اللي انا قلتها؟ هو طبعا ديفايند عليها اديشن وسكيلر مالتبليكيشن اكيد ديفايند يعني. والبروبرتيز ما اكيد كوميوتيف واسوشيتيف ما هي ناقصه هي فيكتورز. فتبقى بس ان انا اشوف كلوزد ولا لا. هي دي اللي قد تكون فيها بروبلم يعني. هل لو انا هاد تو فيكتورز هنا هيطلع ريزلت في نفس السبيس؟ ايوه طبعا. انت هتاد فيكتور هنا. ما هو اللاين ده معناها كل البوينتس اللي موجوده على اللاين. يعني فيكتور زي ده وفيكتور تاني زي ده. اما هتاد دول هيروحوا فين؟ على نفس اللاين. واما تسكيل اي واحد منهم على نفس اللاين يبقى كده ممكن اعتبره فيكتور سبيس. طب وايه المان؟ هيطلع زيرو فيكتور ما موجود. اه طبعا في R2 زيرو فيكتور هو زيرو زيرو. مش element مش فيكتور فيه 2 elements موجود معانا طبعا. زيرو فيكتور ده اهم حاجه في القصه كلها موجود زيرو. بس لو احنا خدناها كده بقى هل ده يمثل فيكتور سبيس؟ يعني معناها انت خدت كل البوينتس الموجوده على اللاين ده يعني هتوصلها بقى هنا يبقى ده فيكتور وده فيكتور تاني وده فيكتور تالت وده فيكتور رابع. هم دول الفيكتورز بتوع دي السيت بتاعتي. هل السيت دي تمثل فيكتور سبيس؟ لا ما تمثلش فيكتور سبيس. ده مش كلوزد. اما تقعد تو فيكتورز دول هيطلع اكيد مش على اللاين ده. فبالتالي ده مش كلوزد ما اقدرش اقول ده فيكتور سبيس. كده اللي كان فيها حاجه شبه كده. لو انت بتتكلم ات موست ديجري ان فمعناها انت عملت كلوزنس بحيث تاخد كل الفيكتورز اللي معاك تاخد كل السبيس. لكن لو انت اشترطت ان هي ديجري اكزاكتلي 3 فانت حطيت كونديشن يخليك ممكن اما تاد 2 فيكتور تطلع بره السبيس. انا لازم اخلي السبيس بتاعي لارج انف بحيث يحتوي كل الفيكتورز الموجوده عندي. طيب نستكمل. يمكن كلكم خدتوا يعني اكزامبل زي ده لما درستوا الديفرنشال ايكويشن وخدتوا ازاي انا ممكن امثل الموفمنت بتاعت سبرينج زي ده بديفرنشال ايكويشن واحل الديفرنشال ايكويشن دي. يعني اللي فاكر منكم شويه كان بيطلع السوليوشن بالصوره دي واي اللي هي الديسبيسمنت دي از ا فانكشن ان تايم تي. بيطلع واي عباره عن اي ساين اوميجا تي بلس بي كوساين اوميجا تي اللي بيمثل الاوسيليشن اللي هتحصل هنا اراوند الايكوليبريم بوزيشن بتاع الماس بتاعتي. فالواي عباره عن اي ساين اوميجا تي بلس بي كوساين اوميجا تي. فهنا السؤال فور فيكسد اوميجا والاوميجا في الاكزامبل ده المفروض ان هي ديبند على البروبرتيز بتاعت السبرينج ده. فور فيكسد اوميجا اند اربيتري اي اند بي هل السيت دي تمثل فيكتور سبيس؟ ما ده السوليوشن بتاعي. الاي والبي بيحتاجوا انيشال كونديشنز عشان تعرفوا. الاوميجا دي بفترض ان هي فيكسد فدي ديبند على الماتيريال بتاعتي فالاوميجا مش هي القصه ولكن الاي والبي اربيتري فبالتالي كل ما اغير اي وبي هيطلع لي فيكتور جديد اللي هي فانكشن ثانيه يعني. طب هل الفانكشن دول كل الفانكشنز دول فور ديفرنت اي اند بي تمثل فيكتور سبيس؟ لان هي لو تمثل فيكتور سبيس يبقى هرجع اسال نفس الاسئله اللي موجوده في اللينير سبيسز. هل دول اندبندنت وممكن تست الاندبندنت؟ هل هم بيزس؟
بحيث اقول التو فيكتور دول عندي التو فانكشن دول لو عندي اقدر اجيب منهم اي كومبينيشن ثانيه ولا لا. هل ده فيكتور سبيس؟ طب الاول هي ايه الفيكتورز اللي موجوده هنا؟ ايه الاوبجكت بتوعي؟ الاوبجكت بتوعي هو اي فانكشن على الفورم دي. يبقى انا لو حبيت اخد تو فيكتورز سي في 1 مثلا ده الفيكتور الاولاني هيبقى سيرتن واي يعني ايه؟ ساين اوميجا تي بلس بي وساين اوميجا تي سيبقى دي اي 1 اند بي 1 فور سام كونستنت اي اند بي اي 1 اند بي. لو عايز اخد فيكتور تاني يعني فانكشن تانيه سي الانيشال كونديشنز مختلفه يبقى عندي فانكشن تانيه في 2 بالنسبه لنا في اللانج بتاعتنا ده فيكتور تاني يبقى عندي اي 2 ساين اوميجا تي بلس بي 2 وساين اوميجا تي. هل ده فيكتور سبيس؟ الاديشن موجود هاد الاثنين دول يبقى هقعد دي على دي وقعد دي على دي. السكيل مالتيبليكيشن موجود؟ موجود. هسكيل اي واحده من دول موضوع بسيط كده. البروبرتيز موجوده؟ البروبرتيز العاديه موجوده ما ده اديشن عادي ومالتيبليكيشن عادي الى حد ما فيهاش فرق كبير. هل كلوزد ولا مش كلوزد؟ هي دي اللي دايما تهمنا. هل ده كلوز؟ كلوزد. انت لو قاعد دي على دي يبقى هتقعد الكوفيشن دول هيطلع ساين ملتبلاي بساين كونستنت نفس الساين هي وده برضه نفس الكوساين ملتبلاي يبقى اكيد ده اليمنت موجود في نفس السبيس يبقى ده يمثل في الواقع فيكتور سبيس. يبقى كان كل السوليوشن دول موجودين في سام سبيس. كل السوليوشن بتاعت الديفرنشال ايكويشن تطلع من هنا موجودين في سام فيكتور سبيس. اقدر اتست الاندبندنس واقدر اجيب له بيزس واحسب حاجه اسمها دايمنشن. كل الكونسبتس اللي احنا معتادين نشتغل بيها على الار 2 والار 3 والار ان ان جنرال اقدر ابلاي نفس الكونسبتس هنا. نختم كلام في الليكتشر ديت بحاجه اسمها سب سبيسز. وسب سبيسز دي هي اللي احنا يمكن اشرنا لها اما كان في حد بيسال سؤال. عندنا الار 2 ده فيكتور سبيس طبعا. ولو انا اخدت لاين كده ده نفسه ار 2 فيكتور سبيس. لو انا اخدت لاين زي ده كده فده برضه فيكتور سبيس. لان هي مجموعه من الفيكتورز ويل ديفايند عليها الاديشن والسكيلر مالتيبيكيشن وكلوزد. السبسيت دي كلوز فده نفسه فيكتور سبيس. سب سبيس من الاولين. وممكن اخد اللاين ده. ده انذر فيكتور سبيس. سب سبيس سب سيت من السبيس الاصلي لان هو كلوزد. لو خدت اي تو فيكتورز هنا يبقى دول الاديشن بتاعهم في نفس السبيس والسكيلر مالتيبيكيشن في نفس السبيس. يبقى دي كلها تمثل سب سبيس. يبقى ده سب سبيس من ار 2 وده سب سبيس اوف ار 2. لكن زي ما قلنا برضو يمكن في السؤال لو انا خدت لاين زي ده كل الفيكتورز موجودين على لاين زي ده هو ايه اللي يفرق اللاين ده عن اللاينز دول؟ مش باسنج بالاوريجن. مش باسنج بالاوريجن. ده مش سب سبيس. لو خدت كل البوينتس دي اللي هي الفيكتور بتاعنا ده مش سب سبيس. لو وصلت ده كده وصلت ده كده وعملت لهم اديشن ما اقدرش اضمن انه يطلع في نفس السبيس. يبقى ده از نقطه سب سبيس. نعم؟ هو سب سبيس بس نوت فيكتور سبيس ولا هو هو سب سبيس از ا فيكتور سبيس ولكن هو سب سيت اوف ا لارجر سيت. يعني هو السب سبيس هو فيكتور سبيس وممكن ابص له كفيكتور سبيس ولكن انا ببص له ان هو سب سيت من لارجر سيت وممكن ابص له هو لوحده ان هو السب سبيس ان هو الفيكتور سبيس بتاعي بس هو في الاخر هو فيكتور سبيس بكل كونديشن ساعه الفيكتور سبيس. انا بسميه سب سبيس عشان هو سب سيت من سيت اكبر منه. طب لو خدنا ار 3 لو خدنا ار 3 ده فيكتور سبيس جواه سب سبيسز كتيره قوي اللي هي كلوزد سب سيت ساتسفاي كل الكونديشن بتاعت الفيكتور سبيس. ممكن اخد الاكس واي بلين ده يعتبر سب سبيس اللي هي كل الفيكتورز سب سبيسز سب سبيس كل الفيكتورز بالصوره دي x y and 0
دي تمثل سب سبيس من ار2 وممكن اخد ده يمثل سب سبيس اللي هي كل الفيكتورز اللي فيها اكس وزد واي ايكوال 0. طبعا ممكن اخد ده وممكن اخد ايه تاني؟ اي بلين باسنج بالاوريجن. اي بلين باسنج بالاوريجن يمثل سب سبيس من ار3. يبقى لو خدت اي بلين باسنج بالبوينت ديت فده يمثل سب سبيس. لكن لو خدت بلين مش باسنج بالاوريجن هل يا ترى ده يمثل سب سبيس؟ ما يمثلش سب سبيس. وبالتالي الماثيماتيكال ديفينيشن بتاع سب سبيس ان هو عباره عن سب سيت من الفيكتورز من لارجر فيكتور سبيس زي ما خدنا الاكزامبل لاين مثلا في ار2 بس باسنج بالاوريجن او بلين في ار3 باسنج بالاوريجن. الكونديشن بقى ماثيماتيكال سبيكينج هم دول ان يكون كلوزد اندر اديشن كلوزد اندر سكيلر مالتيبليكيشن وفي الواقع دول سفيشنت ما دام هو كلوزد اندر اديشن وكلوزد اندر سكيلر مالتيبليكيشن خلاص يبقى هو فيكتور سبيس سب سبيس من لارجر فيكتور سبيس.